مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. بداية مرحبا بكم دكتور. في أي منطق وقانون يتم إعدام معتقلين قضت المحكمة بالإفراج عنهم؟ أخي الكريم، هذه حقيقة ضمن مسلسل جاري تنفيذة في العراق، المراد منه إذكاء الطائفية وتأجيجها يعني اللعب على وتر الطائفية، لأن هذه الحكومة من أول مهامها هو تأجيج الطائفية التي قبرتها ثورة تشرين كما ذكرت في لقاءات سابقة، لأن هذا الأمر مهم جداً لديمومة حكومات الاحتلال المتعاقبة. هذه الحكومات لن تعيش ولن تبقى وستزول حتما إذا ما استمرت الطائفية في قبرها ولم تخرج من جديد. يعني في هذه المدة ونتأمل أنه يعني ثورة تشرين إن شاء الله تؤتي وكلها وتحقق أهدافها وتخلص العراقيين من هذا الهم الكبير الذي جثم على صدورهم منذ 2003. دكتور، يعني هل الموضوع كله يتوقف بقضية الاعتقالات وقضية المحاكمات والقانون الذي يطبق يتوقف على الأسس الطائفية، أم أنه ربما يندرج في أطر أخرى؟ قانون لكنه غير عادل، يطبق في العراق بشكل اختياري لإشعار المقابل أن هذه الحكومة قد تخدم المذهب الفلاني، لكن ثورة تشرين المباركة أسقطت القناع عن الوجه الكالح للحكومة بالنسبة لمن لم يكن يراها كما رأتها الهيئة منذ 2004 و2005 وحتى اليوم. لكن هذه الثورة كشفت أن هذه الحكومة لها مخطط عليها تنفيذه وعليها الالتزام به، لأن بقاءها مرهون بتنفيذ هذا المخطط. هذا المخطط يقتضي أن تقوم الحكومة بهذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب العراقي. والانتهاكات حقيقة تترى في ظل حكومات فاسدة فاشلة مارقة من القانون، غير ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية. دكتور، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تحدث عن أرقام حقيقة مخيفة وطرق لعملية إنهاء حياة معتقلين، من ضمنها عملية تسميم 200 معتقل، 60 منهم معتقلين من الأنبار كان المقرر أن يفرج عنهم اليوم. يعني الموضوع يقف عند خروج المعتقل من السجن، قبل خروجه تتم عملية تصفية بشتى الوسائل والطرق. ما الذي نراه هنا؟ ما الذي يمكن أن يفهم من ما يجري هذا؟ أخي، هذا هو ما يمكن أن تنتج الحكومة الحالية كسابقاتها، لأن هذا الأمر لا يمكن أن تخرج عنه، لأن الأمر طبيعة الحكومة، طبيعة التشكيلة التي تشكلت منها هذه الحكومة، طبيعة الميليشيات الداعمة لهذه الحكومة، هذا كله يفرض أمر واقع على الحكومة، لكن يدفع ثمن الإنسان العراقي البسيط الأعزل، لا سيما المعتقل الذي لا حول له ولا قوة، وهو مسلوب الإرادة، مسلوب الحرية عفوا، وهو مسلوب حتى الإرادة وحتى الحقوق البسيطة للحياة، وليس يعني كل هذه المقومات البسيطة للحياة هو محروم منها. دكتور، مصطفى الكاظمي كان قد وعد قبل أسابيع قليلة
الإسراع أو عزى لقواته الأمنية بالإسراع بالكشف عن مصير المغيبين والمخفيين من المحافظات المنكوبة إبان العمليات العسكرية مع داعش. لم يتحقق هذا الموضوع، بل بالعكس تقوم القوات الآن بعملية اعتقال تمت بعد هذا الأمر بأيام قليلة، عملية اعتقال واسعة جنوب الموصل. يعني كيف يمكن أن يحقق ما يعد به وهو لا يستطيع السيطرة على القوات التي هو المسؤول الرئيس عنها؟ أخي هذا ولن يتحقق، هذا ولن يتحقق أي وعد من وعود الحكومة. نعم. لأن هذه الحكومة لا تعمل بقرار وطني يبحث عن مصلحة الوطن، مصلحة الشعب، أين الأمور المهمة، أين الأولويات. هذا كله حقيقة يعني أمر ثانوي بالنسبة للحكومة. نعم. لأن هذه الحكومة يعني تريد أن تظهر بمظهر الحسن أمام من عينها، أمام الجهات التي سمحت لها أن تتشكل وسمحت لها أن تظهر إلى العلن، لأن هذا الأمر مرتبط ارتباطا جذريا بمصير هذه الحكومة. فلا يمكن. أما الوعود فهي كثيرة، هذه الوعود كثيرة جدا ولن تتحقق، لأن هذه الحكومة لا تملك من أمرها شيئا. نأتي قليلا معك دكتور أيمن إلى تحركات الشارع العراقي، ليس فقط على الأرض وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. أطلق صحفيون إعلاميون وناشطون وسم وينهم كما تعرفون، وهناك تفاعل كبير ويتصدر الوسم الآن ترند العراق بتويتر. هل تعتقد أن هذه المحاولات، هذا الضغط من قبل الناشطين والصحفيين بهذه القضية يمكن أن يغير منها شيء؟ أخي هذه الحملة حقيقة يعني هي كشفت للجميع طبيعة الحكومة كيف تتعامل مع المناهضين معها. أي أمر غير مقبول أن تسمع الآخر، غير مقبول أن تبدي رأيك، غير مقبول أن تعبر عن همومك، عن آلامك، عن أشياء تراها في الأحلام أيضا لا يمكن أن تعبر عنها. نعم دكتور أيمن، أنا أشكرك شكرا جزيلا. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.